السلام عليكم. السلام عليكم. وما حكم الشيخ الكندي لما قال أن النصارى ليسوا بكفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.